الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء السجل للكتب
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأ أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت.
يا أيها الإنسان يا كريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله يرحمه.
اللهم اغفر لنا ولهم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فآوى
اليتيم فلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. استمع لنا أمس الحفاظ طلع علينا فضيل القاري الدكتور عبد الناصر حرم القريب الإذاعة والتلفزيون الإذاعة الثانية قاري كهربائية وكبرى تخزة فراشة الكبرى الحديثة دار محمد أحمد عطاء وأولاده تحت إدارة المهندس ياسر أحمد والسيد أحمد المقدس زين بلقاء أخذ
الكريم شكر الله وسعلكم جميعا.